بالنسبة للموقف المغربي، أعتقد أن الموقف الدبلوماسي المغربي هو موقف معتدل، أو كما نسميه يعني دائما يعني لا كوندوي ديبلوماتيك أدابتابل أو أدابتي، يعني متكيفة مع التحولات الواقعة في غرب إفريقيا ووسط إفريقيا. صحيح أن العلاقات التي تربط المغرب بالغابون ونحن يعني تعود إلى سنوات طويلة خلت، يعني من حكم آل بونغو، يعني تقريبا 65 سنة من الحكم من عهد عمر بونغو والآن علي بونغو، تربط علاقات جيدة بالمغرب. لكن التصريح الدبلوماسية المغربية كان جد متوازن ومعتدل، على أساس أن ما يرغب فيه المغرب كبلد يلعب أدوارا أساسية كفاعل إقليمي في المنطقة هو استقرار والشعب الغابوني بغض النظر عن الأنظمة. كما أن يعني الرئيس نجيما، رئيس المرحلة الانتقالية للنخبة العسكرية الحالية التي تقود الانتقال يعني السياسي في الغابون، والذي إلى الآن لم تتضح المواقف طبعا الجي أو المواقف العملية من عملية التحول التي تعرفها الغابون. هو كذلك تلقى تدريبات، هذا نجيما تلقى تدريبات يعني أو تكوينا عسكريا في المغرب، وبالتالي فأعتقد أن هذا الموقف يخدم مصالح المغرب بشكل كبير على اعتبار عدم الاصطفاف مع أي جهة كانت والاستهداف الاستقرار في المنطقة، خاصة أن الموقف الغربي إلى الآن يدين بال يعني بالانقلاب، لكن ليس هناك رغبة في التدخل الدولي. أو ربما حينما نتحدث عن ما حصل في النيجر قبل أسابيع، والآن ما يحصل في الغابون هو بمثابة عدوى انتقال أو استمرار سياسة الانقلابات العسكرية في دول غرب إفريقيا. فاستقرار هذه الدول، الغابون والنيجر وتشاد ومالي وبوركينا فاسو وإفريقيا الوسطى وكذلك شرق إفريقيا السودان، هذه الدول يعني المغرب كبلد أو منفرد لا يمكن إلا أن يصطف مع المجتمع الدولي في حال مثلا تم إدانة أو تم يعني يعني تدويل القضية أو حتى على الأقل ترسيم التدخل الدولي لإعادة يعني حكومة أو نظام بونغو، علما أن هذه النخبة العسكرية التي تقود الانقلاب ليست لها بطبيعة الحال كل الموضوعية، وبالتالي فحتى ظروف هذا الانتقال لازالت غامضة، على اعتبار أن حتى المعارضة التي خسرت الانتخابات في الولاية الثالثة ليست لها موقف أيضا مؤيد لفرنسا، فعلى اعتبار أن إذا كانت المعارضة ستستفيد، لكن النخبة العسكرية تقلب الطاولة على كل الموازين السياسية الآن، إن كان حكومة أو معارضة، وبالتالي أو النظام القائم بزعامة بونغو المنقلب عليه وكذلك النخبة العسكرية. وبالتالي فما أعتقد أن هناك تدخلات خارجية تقع لاعتبار أن الصراع صراع نفوذ خارجي، والمغرب يعني كسلوك هو سلوك متوازن يبتغي حقيقة أن لا يحرق المراحل، أو كما نقول يقف في كرسي المراقب أو في موقع المراقب لما يقع. وأيضا الدبلوماسية المغربية سوف تستمر في المتابعة، متابعة الموقف في الغابون على اعتبار أهمية هذا البلد ووزنه السياسي ووزنه الاقتصادي كبلد يعني بلد بترولي أو بلد نفطي يعني عضو في الأوبك، وبالتالي فهذه المكانة تجعل المغرب أو الدبلوماسية الملكية والمغربية منشغلة جدا بما يقع في الغابون، وبالتالي فتقييمي للموقف الرسمي أنه موقف معتدل ومتوازن ويبتغي انتظار ما سيقع في المنطقة للاصطفاف طبعا مع المجتمع الدولي وقرارات الأممية التي تروم تصحيح ربما هذا الأخطاء، أخطاء الانقلابات، أو ربما
إعطاء فرصة لهذه النخب للاستمرار، علما أن النخب العسكرية بطبيعة الحال لا تستهدف حقيقة يعني الديمقراطية أو استنبات الديمقراطية في المنطقة، على اعتبار أن سياق الدول الإفريقية وهشاشتها وانقسامية بنياتها وكذلك العسكرية والسياسية يعطي الانطباع على أنها لا يمكن أن تقوم على شاكلة الدول الغربية. ترجمة